نبقى في الشأن الطاقوي، وكشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن نسبة استيراد النفط انخفضت خلال 2020 بسبب نقص الاستهلاك الذي تراجع بفعل جائحة كورونا. استيراد خلال 2020 هذا كان حق بيصير، لأن الإنتاج انقص بكثير خلال 2020 نظرا للوضع الصحي والحجر الصحي اللي خلى النقل البري خاصة والنقل الجوي، النقل الجوي ما كانش، يعني كم شفتوا كل الطائرات نتاع الخطوط الجوية الجزائرية تصل ايرلاين وحتى الطائرات الأجنبية قليلة جدا، وعلى بالك احنا أغلبية النفط، يعني نقدر نقول لك باللي 70% من النفط يستهلك في النقل البري الجوي والبحري، يعني على مستوى العالم بقى غير النقل البري لأن مشكلة نتاع اللوجيستيك.